دورة 53 هوية مصر تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل. نعم. حققتوا ازاي او بتحققوا ده ازاي من خلال الشعار اللي اطلقتوه على الدورة 53؟ الحقيقة انه هوية مصر احنا بدأناها من الشكل البصري، من انه يبقى المعرض له هوية بصرية متماسة مع فكرة هوية مصر. أيوه. ويمكن لو رحنا للبوستر التيمة الأساسية اللي صممها الدكتور أشرف رضا اللي هي مكتوب عليها 53 بشكل كبير، وعاملة زي ما تكون حجر شامبليون جديد أو حجر رشيد جديد. مكتوب فيه كلام ما بين اللغة القبطية واللغة الهيروغليفية واللغة العربية، والتلاتة عاملين حاجة زي سيمة واحدة مترابطة. دي الفكرة الأساسية اللي احنا حاولنا نصدرها من الهوية البصرية، إنه هوية مصر هي عبارة عن تراكم في التاريخ ما بين مجموعة من الثقافات اللي كونت الهوية دي واللي ما نقدرش ننفصل عنها دلوقتي. يمكن ده له علاقة بفكرة إنه احنا بننتقل دلوقتي للجمهورية الجديدة، اللي سيادة الرئيس وهو بيركز على الوعي والثقافة فيها كمان بيركز على فكرة إنه هذه الجمهورية الجديدة لها جذر ضارب في القدم وضارب في التاريخ. الجذر ده جذر قوي جدا طبعا، هو اللي احنا بنركز عليه من المناقشة الثقافية لهوية مصر دلوقتي، وبقية العنوان كمان الثقافة وسؤال المستقبل، وكأننا في مفصل ما بين التاريخ المتراكم جدا ده واللي بنحاول ان احنا نثبته عند أولادنا، وما بين المستقبل اللي احنا رايحين له في الجمهورية الجديدة. ده باين بقى في كتير من الفعاليات. في محور رئيسي في محاور فنية، احنا بنستضيف فنانين وأدباء وكتاب وإعلاميين بيناقشوا ازاي نقدر نركز على هوية مصر في مستقبلنا اللي جاي ده. أنا شايفة مصر في كل ركن في المعرض، يعني كل ركن شايفة فيه مصر بطريقة مختلفة، كل ركن شايفة فيه مصر وهي شابة، شايفة مصر وهي كبيرة، شايفة مصر بتاريخها، شايفة مصر بجيشها، شايفة مصر بمصانعها، برجالها، بنسائها، بأطفالها. الحقيقة إن المعرض حقيقي معبر عن الهوية المصرية بشكل كبير جدا يا دكتور هيثم، واسمح لي أشكر حضرتك على الاهتمام كمان بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، وحقيقي إنه طبعا اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهم ده يمكن بان على جميع المجالات، وبان بعد كده على جميع المؤسسات المصرية ومن ضمنها الثقافة ومن ضمنها الكتاب المصري. احكي لي شوية عن الإنجازات اللي قدرتوا تحققوها فيما يتعلق بذوي الهمم وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الدورة 53. الحقيقة انه من اول ما نقلنا هنا في دورة اليوبيل الذهبي الدورة 50 للمعرض، وعلشان المكان كان متجهز كويس قدرنا نعمل ده بشكل قوي. ذوي الاحتياجات الخاصة موجودين في أكتر من جناح، بنوفر لهم الجناح ده، وأظن أنه في تسهيلات كتيرة بتتقدم لهم كالمجلس، المجلس القومي لذوي الإعاقة، والجمعيات اللي بتشتغل على دعم ذوي الإعاقة، وكمان محاربي السرطان انضافوا لنا، أو أبطال محاربة السرطان انضافوا لنا السنة دي. احنا طبعا حاجة قليلة قوي بنقدمها لهم، بنحاول دايما انه يكون وجودهم ما هواش منفصل عن الباقيين، هم موجودين مدموجين في وسط الاجنحة، هم جزء من هذه الاجنحة لا ينفصل. لكن التسهيلات اللي بنقدمها في شكل الدخول التراك الخاص والدخول المجاني مع مرافق لأي حد فيهم، بالإضافة للأطفال وكبار السن، كل ده احنا بنحاول نقدمه علشان يعني مش يبقوا موجودين معانا، علشان هم بالفعل جزء اصيل من الهويه اللي احنا شغالين طبعًا عليها دي. طبعا كشك الفنون. ايه موضوع كشك الفنون؟ الحقيقه انه ده جزء من الاجراءات الاحترازيه. احنا كان عندنا في الدوره اللي قبل الفاتت الاخر دوره عاديه يعني عملناها، كان عندنا مسرح خيمه كبيره وفيها عدد من المقاعد كان بيتجاوز 800 كرسي، وكان المسرح ده بيتعمل فيه الفعاليات الفنية، كان فيه مسرح وسينما والاتنين كانوا في قاعات مغلقة، ولأنه ده الأكثر إقبالاً من الجمهور، دايماً الجمهور بيدخل عليه بشكل قوي، فاحنا فضلنا أنه ما يبقاش في المكان في الأماكن المغلقة، فعملنا مكانين مسرحين صغيرين، واحد في قدام صالة 2 واحد قدام صالة 4، الاتنين دول بيعرضوا اللي كان بيتعرض على المسرح، فقرات فنية وفقرات موسيقية وسيرك وفنون شعبية وكمان فقرات من شعر العامية بيتعرض عليه.
الفكرة إنه بننزل بالفعاليات اللي ممكن تكون عليها جذب جماهيري للأماكن المفتوحة علشان يبقى أكثر أماناً وسلاماً. دمج التكنولوجيا مع الكتاب، على الرغم إنه التكنولوجيا خدت كتير من القارئ أو خدت كتير من جمهور الكتاب، خدت كتير من القراء، ولكن النهاردة بقى فيه الكتاب الذكي وبقى فيه التكنولوجيا اللي بتساعد على القراية والتكنولوجيا اللي بتساعد أكتر على إن إحنا نقدر نوصل أسرع للكتاب اللي إحنا بنحبه، للمعلومة اللي إحنا بنبحث عنها. إزاي دمجتوا ده مع ده، وإزاي بعد ما كان التكنولوجيا او بعد ما كانت التكنولوجيا هي العدو الرئيسي للكتاب، ازاي دلوقتي بقوا صحاب، وازاي دلوقتي بقت التكنولوجيا هي اللي بترجع الناس للكتاب؟ ده ببساطه لانه هيئه الكتاب بتشتغل على فكره انه الهدف الاساسي هو وصول المعرفه ايا كانت الوسائط، سواء كانت ورقيه او تكنولوجيه. الهدف اللي احنا عايزينه إنه اللي موجود جوه الكتب ده يوصل للناس، وهو ده الهدف الأساسي. يوصل بالورق، يوصل بالرقمي، يوصل بالصوتي، المهم إنه يوصل ويكون المحتوى اللي متقدم محتوى جاد وآمن وسليم ويبني بالفعل. علشان كده دخلنا في الإصدار الرقمي، بدأنا نصدر المشروع الكتاب الرقمي في هيئة الكتاب، وكمان كتب البي دي اف حاولنا انها تكون كتب مبهجة للأطفال. الميزة الأساسية في التكنولوجيا انها بتقدم المعرفة دي بتكلفة أقل بكتير من الوسيط القديم أو الوسيط التقليدي اللي هو الكتاب الورقي. فسعر أي كتاب إلكتروني ببساطة تكلفة إنتاجه ممكن توصل لتلت تكلفة إنتاج الكتاب الورقي. فبقى الاثنين موجودين عندنا، اللي حابب ياخده بالشكل ده اوكي، واللي حابب يقراه على الشاشات هيبقى موجود. وده تمهيدا كمان لانه نروح لفكره الكتاب الصوتي ايضا. لو حضرتك ما عندكيش وقت تقري بقى، ممكن تسمعيه وانت سايقه العربيه، تسمعي كتاب. صح، انا في ظني انه دي نقله مهمه جدا، وبدا الناشر العربي يستوعبها دلوقتي، وبدا كمان يدخل في مجالها بشكل قوي. ويمكن علشان كده احنا ركزنا على البرنامج المهني الموجه للناشرين هذا العام، علشان فكرة التطوير ده. عندنا مؤتمر عنوانه النشر ما بعد كورونا، ده مؤتمر كله اونلاين موجود ضمن فعاليات المعرض، هيتم بس على منصة معرض الكتاب بدءا من يوم 31 ان شاء الله. ان شاء الله. الجديد اللي موجود في الدورة 53 اللي كتير. ما كانش موجود من 6 شهور، يعني 6 شهور احنا مش بنتكلم عن فترة بعيدة. فلو كل دورة بيكون عند حضرتك هدف، او لو كل دورة بتحب تسيب بصمة معينة جديدة، البصمة بتاعت الدورة دي هي ايه؟ البصمة بتاعت الدورة دي في 3 حاجات. الحاجة الاولى في معرض كتاب الطفل اللي بنعتبره خطوة، والحقيقة انه معالي الوزيرة متحمسة جدا للفكرة، خطوة نحو انه يكون عندنا معرض كتاب مستقل للطفل. وبنفكر خاص انه بالطفل، معرض كتاب دولي لكتاب الطفل فقط. فكرة هايلة، وان شاء الله شغالين عليه، وانه يبقى معاده صيفي شوية يعني او خريفي اذا صح. الخطوة انه المعرض موجود، معرض كتاب الطفل موجود في صالة مستقلة، خطوة مهمة جدا ناحية ده، واظن دي بصمة مهمة جدا هنبتدي نشتغل عليها في الفترة اللي جاية ومع عليها وجهت بده. التاني هو استخدام التكنولوجيا زي ما أشرتي، سواء على مستوى الجذب الهولوجرام بتاع يحيى حقي أو الفي آر، أو على مستوى الخدمات اللي بنقدمها لجمهور المعرض. التراك التالت أو الحاجة التالتة الجديدة هو البرنامج المهني المتوجه للناشرين، اللي أنا شخصياً بعتبره إضافة حقيقية للمعرض ونقلة في تاريخه، لأنه معرض القاهرة الدولي للكتاب كان بيصنف على أنه سوق كبير للكتب قبل كده. دلوقتي هو سوق كبير للكتب وداعم لصناعة النشر أيضا، وداعم للناشرين الشباب، ودي خطوة مهمة جدا في تاريخه.